ولا حاجه. في سبوك احلى رز، احلى رز العالم، احلى رز الحرب، واسكى رز رفا فيك يا رفا. تحياتي. السلام عليكم. احنا طبعا النازحين الفلسطينيين بنقول للمؤسسة هذه يخلف عليكم، انتوا ما قصرتوش معنا طبعا، الناس شكروكم، الناس هنا في قطاع غزة بحتاج كل حاجة. المؤسسة هذه الى اسبوع وهي كل يوم اكثر من يوم بيجوا وبقدموا مساعدات هنا، الحمد لله رب العالمين كله وصل الحمد لله ويخلف عليكم. الله حيكم، بارك الله فيكم، يخلف عليكم وعلى المتبرعين يا رب.